الحيرة الزاق يا كريم يا الله يا الله هكذا ضيقنا على المجاورة. امي هذا كله ما بد معانا. يا الله جميلة يا اي عجي هذه الذي قلتم عجي تولدني. يا حاج عادل انا مش طفل علشان تحتجزني عندك وتقول لي افعل وما افعلش. الظاهر انك نسيت ان عادم عيالك هي ولا ما هو. ريحانة تحب ايش خرج اخوش من قبل الظهر وما رجعش لهذا الحين. يو يما كيف انت موسوسة؟ ياسين قدوه كبير، بعد انت بتخافي عليه لا دحين. شو اصير ادي لنا ما قبل ما تظلم؟ وما ذكرتي لا دحين. ربشني علوي يما. لا تخرجيش. اقعد معانا مال هذه الليلة. ما يكفيش يما. اشتي غسل حقي الملابس وحق علوي قبل ما ارجع لبيتي. وانتي يما رقدي علوي، الشغلة هذا حقي. يا روحي. شابوز حقش البرميل يمه لانه حقي من الملابس.
لا تتأخري. دخلتكم هذا يا مجاورة أطير فيها رقاب، الغلط محسوب على فاعله، إذا تعديتونا شبر قسماً لا نتعداكم ذراع. الغلط جاء منكم، وانتين تعديتوا شبر وحرام لا نتعداكم ذراع. حاسب على كلامك يا عابد، أنتوا هكذا بتعدوا القبيلة؟ إنه وانتوا تتخليتوا بيننا حرف ولا قبيلة؟ يعني دخلتكم هذا فيها قبيلة وانتوا عارفين إحنا أصحاب الحق؟ لنا حق مثل مالكم، والسد عمرنا حجر حجر. يلا يا خاطر، قسما بالله اللي يمشي خطوه واحده انها تكون نهايتها انا. السد عيتغلق يعني عيتغلق. ما عيتغلقش، وما لكم حق تحرموا اي واحد من الماء. ان من هو الكبير فيكم ذا الحين يا ريح؟ او قد دخلتوا حميد؟ حميد كبير من يومه واكبر من اكبر شنب فيكم. انا شتوا تغلقوا السد؟ هذا آخر ما بيننا وبينكم. أنتوا الذي خالفتوا المراكيم يا عابد وما التزمتوا بها، والذي بيننا وبينكم انتهى. أنتم من طريق وإحنا من طريق. هذا آخر كلام؟ هذا آخر كلام. هيا ناهي. هيا يا شيخ، أنا خبر. السد مغلق من البركة. بركة الغريب من بحانك؟ والله ما لي علم، يمكن عادي قوم حاسني الحقي سيري قم ما يغلقوا هو الكل. يا قمر قميرة قميرة، يا سراج الليلة الليلة، سربنا سرب الحمام والحمام طيارة طيارة. أمك عجيد الحين يا ولدي، الله يحفظك يا صفية، الله يحفظك. يا قمر قميرة قميرة، يا سراج الليلة الليلة، سربنا سرب الحمام والحمام طيارة الذي حصل قد حصل. أهم شيء عندنا تفتحوا عيونكم على مداخل ومخارج القرية، وباب القرية يتقفل من الآن. ولا يهمك يا حاج مقدام، إلا نقفل الباب ونحرس القرية. بس بهرجل من المجاورة خارج الباب. زيد عبدول غلقوا الباب. ما حد منكم سأل نفسه وين ناصر؟ ليش لو الموضوع يرتبط بالمجاورة يختفي فجأة ويرجع لأصله؟ وفي كل مرة نسامحه ونسكت عليه. يا غارتة يا غارتة يا غارتة، غيروا علينا. كل يوم واحد مننا يموت والسبب هو عنادكم. الحق اختك يا سيد. مالها؟ غرقت في بركة الغريب. غرقت؟ الحق. يا الله استرك. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أجلها يا ياسين، ما حد يرد القدر. وبعدها ما جاء لها تسير البركة في الليل، ما صنف لها. القضاء والقدر، الحمد لله. عظم الله أجركم يا حاج ياسين. أجركم عظيم. خير يا جماعة، إيش الذي حصل يا حاج مقدام؟ ما عادك بتسأل؟ كله بسببكم، بسببك أنت أخت ياسين غرقت في الغريب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجرك يا ياسين. أجرك عظيم يا ناصر، الحمد لله. الله يرحمها رحمة الأبرار. الحاج عابد احتجزني بيته، وهذا الذي أخرني ومنعني عنكم. عظم الله أجرك يا ناصر. بما؟ زوجتك ولدت. خيزان وقع بها شيء؟ ها ناصر؟ يا ناصر، لما خرجت من عندي أمس حسيت إنه في شيء حيحصل. ابنك مات علي يا ناصر. هذا قضاء الله وقدره، أهم شيء سلامة الشيء غالي. وهذا نسميه يحيى، قد أحياه الله لنا. قالوا لي إنك ما ترجعش، وخفت إنه يحصل. مش ناصر الذي فلت بيته وعياله؟ يا حج عابد، الريحان قلقوا علينا السد وبيشربوا منه ويسكوا دوابهم ويسكوا أراضيهم، وإحنا جالسين نتفرج. ما هذه المرة زيدوا بها يمين، ما نسكت. اصبر يا حبيب اصبر، يعلم الله من بيفتعل المشاكل. وبعدها حرقوه حضب الرياحنة وانفتحوا السد يدفوها، ومش مرجل مننا ان احنا نهجم عليهم وهم عندهم موت على سب السد. اجلس يا صابر، اجلس اجلس. ايوه بعدك عتقه ما بتعلي. انا عند الله وعندكم يا رجال، المال رجع دم، والنسوان ضاقت بهن الحال. كل يوم بتموت علينا واحدة في بركة الغريب، والغريبة أن أنتوا جالسين وساكتين ومكابرين. لو تنازلتوا أنتوا والرياحنا أن الماء قده في كل بيت من غير تعب. فراس، ما تفعل أختك؟ إحنا بنينا السد لجل يسد حاجتنا مش يسد علينا، وإحنا ساعدناكم الحريم قبل الرجال، وكنا ندي لكم الماء من الوادي لجل ترتاحوا ونرتاح. لكن أنتوا ما لكم رأي. أنت يا حج عابد بعد حبيب، والحج مقدام بعد حميد، وإن إحنا ما خرجتونا على طريق وخليتونا معلقين في النص. عتقة ما بتعلي، يلا رجعي بيتش. ما شرجعش لو ما عرفت تخرجونا على طريق وماشي. ارجعي يا بنت البيت، وريحنا لنا خبر عنا وياهم. يلا يلا. لا مش طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هي صلاة صلاة من المطبوخ. كبرت بجنب خاله وجده. كان انتظرتني يا مسعود. احنا سمعنا انك محجوز عند المجاورة، قلنا ما ادري يعلم الله انت عاد رجع او ماشي. بعدها يا ناصر الله سبحانه وتعالى رزقك باثنين، واحد بخير والثاني مات، والعوض على الله. خيرة الله أحسن كل خيرة. اسلم يا مسعود اسلم، ما يعرف الأخ لوقت الشدة، وأنت فعلا أخ يشتد بك الظهر. أدشي مني شيء قبل ما أزيل مدينة؟ الله معك، والله يهدي شفيق. قاطعنا واعتبرنا غرماء وإحنا أهل. سأسأل أنتوا عيال عم وأخو خادركة. مع السلامة.
ما 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 شمسة على الشيء صفية الله يرحمها قومي نضوي. صفية رجعت. نا ضروري نسير المنحل ذا الحين، كنت حتخلينا نسير بعد صلاة الفجر. انت يا رجل تحسسني اني مدري ما معك من مهره، فاضي جالس ممدد ولا حد داري فين انت، وبعدين سعمل المنحل مشي بعيده، فلا تشيل سفر خطوه ونحن هناك. يلا هي. هات 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 انا اعلمك. هذا مضر بصحتك. هاي أمي مالش؟ ها قوى يا ابني عاطف نزل فيك ولا يهمك يا عاطف عاطف يا عاطف عاطف يا عاطف هكذا عجز للصف راحوني اطلع 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 قد كنا علمت من الفجيعة. حسر قولي ما عاد هلانش غبني على أم ياسين كيف قلبي وقف على بنتي صفية. قد كتر الله ولطف. وانتي مو بينك يا ريحانة يا راوية زي أم حميد قاشة تقعتنا الحين. طلعت خطر يا يحيى، ما كنت متوقع والله أن معك هذه القدرات. شوف يا علوي، رجاء أن لا تكون تستهين بقدراتي أبدا، هم أنا خطير من يوم يومي، لا تخلينش أنزل لك الطير هذا. زيت به الصدق والله. الصدق زيت به. أنا أوريك زيت به. أنا أوريك زيت به. زيت. ما هو هذا؟ معهم حفلة بالدبيبة ومه. عب عليك يا يحيى، الناس بغير ما وانت جالس بتضحك عليهم. الله يعين. ولا عاد تصير يا يحيى لحظة. علوي هيا شرق الآن الآن. علوي علوي شرق يلا. بتشوف يا حج عابد، يمكن ما عاد يبقى حد في القريه اذا استمر الوضع هكذا. انما ما تشتون تفعلوا ما فعلناش، او اذا نام مثلكم بغير ما كلمناكم حاكيناكم نعمر سد للقريه ونستفيد من مياه الوادي. ما مستفيد من السد الا الرياحنا، وكل الساقيات بتصب في السد. انا الجس نتعذر احنا والرياحنا، واحنا والسد مغلق، وان الوادي بعدنا على القريه، ان عايحنا نجلس نتفرج على انفسنا هكذا. المجاوره دفعوا ثمن المادم، سمعتوا ماجي؟ والرياحن هم مستكبرين علينا لأن السد في أرضهم. طيب ما نفعل؟ صلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. اجمع لي رجال القرية وجون صلي صلاة الاستسقاء. والله كريم يا حاج عابد، حتى لو صلينا صلاة الاستسقاء المطر كله عينزل للسد، وما عنجمع الله حق ليلة واحدة. اسمع يا حبيب اسمع، ذا حين نصلي صلاة الاستسقاء وندق بابه وبعدها لنا كلا
على الرايحنا. هيا هيا. كم عاد بيعصد يا يحيى؟ سرد اثنين بوارد ماء وانا ابيع لك السد الان. يحيى ايش المهزله هذا؟ انزل يا ولد انزل. انزل يا مناوري. جيت تثبت انك كبير ولا ايش؟ لا ما يحتاج اثبت، انا كبير من زمان والسد هذا يشد علي. سألك سير وقع كبير عند المجاوره مش عندي انا. دحين من انت عشان تغلق السد على الكل؟ إذا احنا ما بنستفدش منه لا احنا ولا هم نبيعه وخلاص. ولا أقول لك أش رأيك تبز باردي ماء وتحمل فوق راسك ساعة النسوان وتصير تعبي من بركة الغريب وانت عتحس ما بيعاني. اسمع يا ولدي من اللقانة حقك، الموضوع هذا احنا غلقناه من زمان، إذا عتفتحه مرة ثانية أنا شطردك من القرية طردة كلب. يا عم بس لحظة سكت يا وانت مالك شدك ولا تلحق بعده. اسمعني يا ولد، لا تجيش لا عندي هنا تعمل نفسك ناصر المناوري على الرياحنا. ما تجيش تبيعه خلاص اشربه. انا حذرتك وشاوري لك، اذا مره ثانيه اشوفك عند السد هنا قسما بالله لا اقطع رجلك. زعلي من أهل القرية أكثر من عمك، إنهم ساكتين على عمك وكأن السد حق وحده. يا يحيى كيف بتحسد بعد 26 سنة وهم غلق بهذا البساطة؟ أخي خلاص الناس تعودت على هذا الوضع. والله لو عمك مش موجود إن السد انفتح من زمان. الناس لو تعرف قيمة اللي معاها والنفوس صفيت وكل واحد تمنى الخير للثاني، كان السد افتتح من زمان واستفادوا منه الجميع. الله الله يا حكيم زمانك الله. يا يحيى لو تعرف كم تعبت وانا فهم عمي حمي وخالي ياسين بهذا الموضوع، كم وعيتهم لكن بدون فائدة. في الأخير يمنوا علي، كل واحد منهم يذلني، هذاك يقول أنا ربيتك وعلمتك وهذاك يقول نفس الكلام، ما عاد ترينا من هو اللي رباني ومن هو اللي علمني. الجهل يا يحيى الجهل. لو الناس كلها متعلمين مثلك يا علوي إن الدنيا بخير وإن الماء قد وصل لكل بيت. صحيح التعليم مهم لكن هذا ما يشتيش تعليم، هذا يشتي نية طيبة. نيتك يا يحيى صافية.
ما نسمعنا قصيدة، خلينا ننشئ. سهام عينك منيتي تغنيني، ما لي سواك يثير بحر قصائدي، أنا القصيدة يا هوى غنيني. ريحانة مالش يا بنتي ما رقدتي لهذا الحين؟ أحس بكت ما مقدرش تنفس. أنت شربتي العلاج ولا لا؟ شاكم أفعلش زنجبيل وانت عرفتيني. مساء الخير. مساء النور. حيا مالك مراقد الله ذا الحين؟ والله نحنا سامري صك تعبة شوي. سامري سامري. ماله ريحانة؟ مالش يا أختي سلامة؟ مثل كل يوم. مثل كل يوم إذا نشلها عند الدكتور أنور يفعل لها بري. ليش أشرب زنجبيل وارتاح لها خلاص؟ صورتها يا ابني افتجعت على راوية. افتجعت؟ بوم! مالك يا ابني؟ قصي فجعت بعد فجعة. صرتي ابن شمه؟ الله يهديك بس. هذا يعني يما اللي لا زنجبيل وبري. خلاص أنا شاكم أفعل لها زنجبيل. الله يحفظ شمه. ريحانة خلاص أنا آسف. خلاص آسف من الزعل هي. شفت الموت؟ أنا ألف مرة قلت ليش كن عبي بجاله، لكن هذا آخر مرة تعبي فيها، فهمتي؟ قدنا كبيرة ومش صغيرة، بعدنا البنت عايضة حكاً عليا، ما اصبرش أخلي جدتي تصير لحالها. يا أختي أنا بني خاف عليش، أنت بتفهميني، وأنت يما كم مرة قلت ليش كنت تيلها جالون، لا تكونش تيلها باردي. يا ابني أختك ما بتفهمش، كم كلمتها وكم فهمتها، بس أختك تشي سابق البلد سقمك. الله يرحمها. أنت لربيتك وعادك رحمة وحطيتك في عيني أنا وبهترك، وهذه المكلوزة ربيتها وحبيتها وبجرتها بعد فلتتها أمها وسهلت تتزوج ولبيتها وحبيتها. أخري مني يا بنتي أخري. خلاص يا أمه خلاص. أخري مني أخري مني. والله يا ماما أزدعين هذه آخر مرة بس. خلاص يا أمه مالش الله ما يرضي. يا عروي مالك ما تاكل حقنا العسل؟ هذا عسل بلدي. قطمتم ما شاء الله حالي. ويحيى انسى. ادري والله. مالك زعل مني او على اسم موضوع راوية؟ اسمع يا بشير، راوية عادي صغيرة مشي حق زواجه، ابعد عن راوية يا بشير. فلت بنات القرية كلهن ما لقيت الا راوية. انسى راوية يا بشير. يا بشير يا بشير يا بشير هنا بشنال يا رجل العب عليك استحي. نديت لنا شوية عسل وعجيت هاكلين. الله نسيت السكر عند ابوك. ناد الحين قلدك الله كف عنا اكلنا، وانت رين باقي معانا 60 خلية. اخي الله يحفظك، هذا الشغل شغلك ما هو شغلي انا. انت انتبه للعسل، تنتبه للاجباح، تنتبه للخلايا، لكريات الدم الحمراء، ما هو شغلي يعني. انا لا جيت الصبح ماشي فضينا الشراكه بيننا. خلاص خلاص دحين نصطبح وبعد اسه. وهذا ما علامات خلينا نصطبح. اسكب حدوها مني يا رجل يا علوي الا نحلي. اذا اوه مالك والله ما تقوم جسم الصبر. يحيى فلتني. راعي شدي لك فوق ما تفعل مكانك. فيسا فيسا في نحلة هيا جرب. اه يا حبيبي النحل متعود على العسل. بعدين أنا عندي سواء ملا ساعة ثانية أنت ولا هي؟ إذا توكلت وماتت الظاهر انك مسمم. انا مسمم. انا اوريك. يا بشي القط الكبير يا بشي يا بشي يا كده.
ما معانا إلا نسير بلكة الغريب، لكن معنا وصل البيت لو قد إحنا نشتي الدفر الثاني. يوه بعيدة. منين ليش الماء؟ من بركة الغريب. الظاهر قد حظنا نعبي من بركة الغريب. وكيف؟ انتو بحاجة الماء أكثر مننا، هذه المرة لكم والثانية لنا. يو فديتش يا هالة، ما بشطيب منش. اسمعني يا حاج مقدام، أنا قررت أننا أعمر جدار أو سور حول السد، لأن الذي عمله يحيى اليوم هذا ما هو لا بداية مشاكل. السد للجميع يا حميد، والجدار هذا يفعل لنا مشاكل إحنا في غنى عنها. من قصدك بالجميع؟ المجاورة، المجاورة الذي شاركونا في بناء السد. يا حاج مقدام، المجاورة دخلوا القرية. إيش؟ يا الله سترك، يا رب استر يا الله. هيا ما قلتوا يا ريحنا، خلقتوا الطريق وخلقتوا السد وخلقتوا الوادي، ما زلت خليتوا لنا. عابد، احنا بنحمي القرية من رجالك. صابر محفوظ دخل القرية واحرق الحطب. اخي ما فعل شيء، شيء معك ما يثبت كلامك. احمد ربك اني ما لقيته خارج، ولا حرام ما يخرج من القرية الا جثة. حميد أمن تؤمن. يا جماعة الخير تعجلوا، حرام عليكم، اذكروا الله، صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. احنا هنا من اجل حل الخلاف، مش من اجل نوسع الخلاف. وبعدها قدر رياحنا والمجاورة مثل عند كل الناس بأن السد فرق بينكم. وبعدها ليش هذا كله للماء؟ واحنا اخوة واهل وبنشرب من سد واحد. مثل ما قدرتوا تعملوا السد هذا رجال ونساء وأطفال، تقدروا تحلوا الخلاف هذا بينكم، وتقدروا تعملوا سد واثنين وثلاثة، ويمكن نوصل الماء لكل بعيد. هيا أنا عاد أقول لكم على رأيي، والرأي الأول والأخير لكم. ما قلتوا يا رجال؟ ادي رأيك يا ناصر. وإحنا بعدك يا ناصر، ما نشتري للصلح والسلامة. قبل كل شيء إحنا اتفقنا يكون السد للبيوت مش للأراضي، وانتو بتسقوا أراضيكم من السد. ما حد عايسقي أرضه، والجميع يلتزم بهذا. وبعدها نفتح باب ثاني للسد على سب ما يكون للمجاورة يكون للرياح. والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. خير إن شاء الله. يلا يلا, يلا. توكلنا. أنا يا صابر تعال السد، قم اقلع من هنا، ما بش فتح الله السد. وانت ما دخلك او حق ابو، قم رحلك انت من هنا. تاخذها عاد قطلعي عطيه، ليش ما طلعي؟ ماشي يا صابر، شويه يوصلوا الرجال ويفتحوا السد. او قد نسيت انه طلقش وباعش برا خيز. والله ان شاء الله الناس كنت طيبه. راجع يا غارته، ايش اللي حصل يا راجع؟ ما الأيام يا سد الغريب، هل من مجيب؟ إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب؟
وقت وأحزان السنين. هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف. عمري الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا يكفي خلاص. أي العمر ضاع أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. أي العمر ضاع وولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. ما بتعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب.